حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادية فيكم من قناة الرافدين. كشف مدير ديوان الرقابة المالية السابق صلاح نوري عن وجود تعديلات في موازنة 2024 من قبل السلطة التنفيذية، وأوضح صلاح أن التعديلات على الموازنة ستحال إلى البرلمان لدراستها ومناقشة بنودها، وبعد ذلك تعاد للحكومة لإقرارها، مرجحا تأخر اعتماد حصة وزارة المالية بسبب ضعف السيولة النقدية بالدينار العراقي. حذر خبراء بمجال النفط من الإبقاء على السعر المفترض لبرميل النفط والمقدر بسبعين دولاراً في الموازنة العامة لعام 2024، واعتبر الخبراء أنه من الخطأ الإبقاء على احتساب سعر برميل النفط بسبعين دولاراً لموازنة العام الحالي بسبب وجود احتمالات كثيرة انخفاض الأسعار إلى ما دون 50 دولاراً، وأضافوا أن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط باتت مرهونة بالقرارات والأحداث السياسية، والتصرف بها أصبح بيد القوى الدولية الكبرى، داعين إلى إعادة النظر في احتساب سعر برميل النفط في موازنة 2024. قال مدير سياحة ذقار أسعد القرغولي إن المحافظة سجلت خلال الموسم السياحي الماضي 2023 دخول قرابة 22 ألف سائح للناصرية، بينهم 1500 سائح أجنبي. وأضاف المسؤول أن المتابعات الفنية للدوائر المختصة سجلت عزوف السائح المحلي خلال الفترة الماضية بسبب قلة المناسيب المائية في الأهوار خلال الوقت الحالي على غير العادة السنوية لها، وشدد على ضرورة تطوير واقع السياحة في مدينة الناصرية لأهمية هذا الملف في تطوير واقع البنى التحتية للمحافظة وتنويع مصادر الدخل. أعلنت لجنة الخدمات والإعمار النيابية أن هناك تحديات وعقبات تواجه القوانين المتعلقة بفرز الأراضي والبساتين الزراعية. وقال عضو اللجنة حيدر شيحان إن القوانين الهامة المرتبطة بالإعمار والخدمات تواجه صعوبات تؤدي إلى تأخر في أعمال البلديات، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة قوانين تم قراءتها مرة واحدة وتتم مناقشتها حاليا، هي قوانين فرز الأراضي والبساتين الزراعية وقانون الطرق ومعالجة العشوائيات. أثرت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على سوق النفط العالمي لتتسبب بارتفاع أسعار النفط وتعزيز مكاسبها الأسبوعية. سجل خام برنت 78 دولاراً للبرميل الواحد بعد تراجعه بواقع 0.8% مع تضخم مخزونات البنزين الأمريكية بأكبر وتيرة في ثلاثة عقود. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن الطلب الأمريكي الضمني على البنزين انخفض إلى أدنى مستوى له خلال عام. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي، في أمان الله.